أنا جاي عشان أركب التلاجة، جاي من الصيانة، وبعدين إيه؟ بقول لك جاي من الصيانة، الله يخرب بيتك، الناس كلها اتزنقت. مفيش حمامات تكفي يا ابني. وأنا مالي؟ حمام واحد ومعصي من بره، احنا عارفينه. انا مالي بالموضوع ده؟ انت ما تحزقش قدامنا كده. انا يعني هيجي لي اسهال وانا واقف جنبك. ايوه وشك احمر ليه كده؟ يا عم التلاجة هي يا الله، هنعملها على نفسينا. خرب بيتك، مالك بس يا دكتور؟ اهدى شويه. هات عصرية من جوه وتعالى بجد. اهدى شوية كده. حاضر، عينيا الاتنين. ايه انت تقمو؟ حاضر. ايه بلاش الدود ده. يلا هبص على التلاجة الأول. ايه ربنا ينتعك بالسلامة. والله تعالى ده نجار يا عم. ايه ده؟ سمكري سيارات. طب انا هطلع اجيب الفريوم من بره عشان اشحن التلاجة. تعال اقعد هنا، اقعد هنا كده واكتم بس. جبت الفريوم. وانت فكركوا هترتاحوا؟ استنى اجرب الفريون الاول. انت بتشرب الفريون؟ هو انت ناقص غازات يا ابني؟ ما تفل انت فيه. تلا شجاع. مية مية. الله، ايه ده؟ كرتون. وانا الله، حلوة قوي. هشوف حاجة جوه التلاجة بس الأول. ايه واطلع اشوف الفريون. التلاجة شكلها مريحة. لا ما تقفلش الباب، ما تقفلش ما تحطش اكل في التلاجة دي. خلاص دي تترمي. خلاص لا طلعت مريحة قوي. ايه ما شاء الله عليها. جوه التلاجة وبيحزق جوه التلاجة. اعمل ايه طيب؟ مش محتاجة فريون يا باشا. انا كده عملت اللي عليا. هاخد الفريون واتكل على الله. سلام عليكم.